ممكن تكون فاليبل جدا، انا عايز احقق تايم اقل ما يكون المشروع، يبقى في فاليو بتحقق عند كل حاجه، كواليتي تايم مينيمم تايم مينيمم كوست كاستمر نيد، وعايز المنشأ ده ليه مهم. يعني مثلا ما في جراج مثلا، الفاليو بتاعه بقى فيه ياخد اكتر استيعاب وسهوله دخول حركه العربيات. اذا عملت مشكله في حركه العربيات الداخله حتى او الخارجه، يبقى الفاليو قلت. مظبوط؟ الارتفاع جايز ما يتناسبش مع العربيات، هنا مثلا عربيات كبيره ما يتناسبش مثلا بشكل معين، يديك احساس انك مخنوق حتى لو صح. في فاليوز بتتحقق معاك. انت بالنسبه لنا كمقاولين، انا مقاول مستشار في نفس الوقت، يعني عديت على الاثنين، يعني مقاول عايز يكسب. يعني عشان يوصل، وعايز برضو الملكي يبقى مبسوط، عشان لو عايز يعمل معاه شغل تاني الكاستمر ساتسفاكشن حلو، فكل دي فاليوز عايز تتحقق. انت بتحققها وتطبقها على كل البروسيس بيبدا من الديزاين. طيب هندخل بعد كده على بعض الاوهام اللي بنسميها المثل الموجودين، بعض الناس بياخدوها. جايب اكتر من 7. في ناس يقول لك اول حاجه ده الليل هو بس الويست ريدكشن. في ناس يقول لك لا انا بعمله اصلا مش محتاج منك حاجه. في عندنا كمان يقول لك لا ده الليل ده يعني ده ناس رايقه بسيطه ما عندهاش مشاكل وهتعمل لي الشغل. يا سيدنا عم سيبنا انا اشتغل في المشروع بتاعي خلينا انجزه. او واحد يقول لك لا انا بعمله لوحدي مش عايز حد معايا. واحد يقول لك هو لا ما هوش بروسس هو بروجكت بس عامله مره. او في ناس بتقول لك هو محتاج سوفت وير عالي قوي. هنشوف هنعملها ازاي. وفي شويه حاجات ثانيه. تعال ناخد اول ميث نمبر 1. الويست ريدكشن تساوي ايه؟ هي مهمه جدا لان على اساسها بتعمل حاجات كتير، لكن هي فعلا كده. If you think it's the same thing as a waste reduction, you are missing out all commitment builders that leave to eliminate that doesn't make them lean. The waste reduction is by part of lean, not the whole of lean. لان زي ما بنهتم ان احنا eliminate the waste، بنهتم برضه ان احنا على الباقي. 55 تقريبا نص ونص. الطرق بقى زي هذه اللي هتحدد بعدين. يبقى هو فعليا ما هوش ويست ريدكشن لو ان شيء مهم، لان الويست ريدكشن فعلا بيحقق لك الفاليو، بس مش هتركز على الويست ريدكشن بس. تمام. الثانيه بتقول انا بعمله اصلا. دي صوره من اللاست بلانر، مشاريع كبيره طبعا. واللاست بلانر زي ما قلنا في الاول هو من اهم التولز اللي سهل تطبيقها والمفروض تطبيقها في البلاننج الخاصه بالليل. ما اظنش الصوره دي عند حد فينا ولا شفناها قبل كده. انا بعمل الكلام ده على سكيل. على سكيل مظبوط، بعمل الكلام ده على سكيل وده مطلوب ان انت تعمله على سكيل. انا النقطه دي يعني يو ار اوريدي دوينج ات، يعني انا ممكن اقف هنا. انا فعلا انا بعمل الكلام ده على سكيل بشكل او باخر. نعم. فهل بقى انا فاكر ان انا بعمل لين ومش عارف ده؟ هندخل فيه بالظبط. هنشوف اللين زي ما انت البروسس كلها لما ناخدها معانا هنعرف احنا نعمل لين ولا ما نعملش لين. احنا المانجمنت عموما هي علم المانجمنت اول ما اتعمل هو شاف ان اشخاص عملوا ايه
وجمع التجارب الشخصيه بتاعتهم وبدا يعمل لها رولز وكتب وحاجات زي كده. فانت جواك مانجمنت، المهندس اصلا مانجمنت في حد ذاته. فبتعمل جزء بس لما نعمله بطريقه عاديه عايزين نشغل تكييف او حاجه.